طلبتنا الأعزاء، رحب بكم في مادتنا، مادة خدمات هندسية تكييف. بهذا العرض البسيط أو السريع راح يكون عندنا ملحق بالمحاضرة الأولى، وهي عبارة عن أمثلة للحالة المباشرة وغير المباشرة عمل الأنظمة البنائية. نتذكر الأنظمة البنائية، النظام الأول اللي هو نظام الهيكل أو الهيكل الإنشائي، النظام الثاني نظام المغلف أو غلاف المبنى، النظام الثالث نظام الداخلي يمثل تذكرون كل ما هو داخل المبنى، والنظام الأخير اللي هو النظام الميكانيكي يقصد بين الخدمات اللي تهيئ للمبنى كافة أنواعها. قلنا أكو علاقة ما بين هذه الخدمات حتى تتكون المبنى. كيفية عمل هذه الخدمات أو هذه الأنظمة هي عبارة عن طريقتين، الطريقة المباشرة والطريقة غير المباشرة. الطريقة المباشرة هي عمل شيء تزويد أو إيقاف، أما الطريقة غير المباشرة هي عدم العمل أو المنع أو السماح. وأرجو التفريق بين الطريقة المباشرة لبروفايد التزويد والسماح، يعني حيث أنه هو الطريقة الأكتيف ميثود عادة ما تتطلب طاقة، أما الطريقة الثانية مثلا للسماح لا ما تتطلب طاقة. نفس الحالة بالنسبة للستوب الإيقاف والبريفنت العزل. نجي على النظام نظام وكيفية عمله. النظام الأول اللي هو النظام الإنشائي، الطريقة الفعالة بينه أو الأكتيف ميثود أو المباشرة هي أنه النظام يحمل ويوزع الأثقال ثم ينقلها إلى الأرض. نأخذ مثال، أبسط مثال على هذه العملية هو النظام البناء الجدران الحاملة للثقل، وكذلك السلابس الصبات اللي تمثل يعني نقل اللايف لود إلى الجدران ثم إلى الأساسات وإلى الأرض. هذا يؤدي عمل مباشر للنظام الإنشائي. أما بالطريقة الغير مباشرة فهي تخفيف من هذا النظام وكذلك حذف الأجزاء الغير ضرورية. نلاحظ مثلا عندنا مثال الطابوق أو الوحدات البنائية المجوفة، نحافظ على هيكلية الطابوقة أو الوحدة البنائية، بنفس الوقت يعني ما نأثر على القوة مالتها لحمل الأثقال، فتطرح منها الأجزاء الغير ضرورية فقط. هذا مثال ثاني لستركتشر ستيل سيستم، نظام هيكل معدني. نلاحظ طرح هذه الدوائر اللي هي تمثل أجزاء ما لها علاقة بالأحمال البنائية. زين، البناء الهيكلي اللي يمثل إنه أكتيف وباسيف سيستم بنفس الوقت. كيف؟ البناء الهيكلي يمثل تحول من البناء الجدران الحامل للثقل ويعني إبقاء فقط الأجزاء المؤثرة يعني بالنقل الأحمال وهي الأعمدة والجسور، أما باقي الأجزاء الفراغات فتحذف بصورة كاملة ويستعاض عنها بمواد خفيفة، ممكن أن تكون قواطع، ممكن أن تضم مواد عازلة مثلا إلى آخره. نجي على النظام الثاني اللي هو نظام المغلف أو الانفلوب سيستم. الطريقة المباشرة لعمل هذا النظام هو أنه مثلا نعمل فتحات للدايلايت سيستم أو مساحات لإدخال الإضاءة، وطبعا عوامل بيئية المرغوب بها الأخرى، وأيضا أنه نصممه بطريقة بحيث نركز الانتباه على أجزاء معينة من المبنى مثلا للترحيب. هذا مثال أنه المغلف أنه نفتح منه فتحات لغرض إدخال العوامل الطبيعية المرغوب بها. هذا مثال آخر كيفية يعني عمل التصميم للمغلف بحيث يجذب النظر إلى منطقة معينة دون باقي المناطق بالواجهة أو بالمبنى ككل. هذا مثلا يمثل مدخل أو منطقة مهمة بالمبنى. عكس الطريقة اللي بعدها اللي هي الباسيف ميثود اللي هي توفير الحماية والعزل. العزل أقصد بينه مع العزل البيئي، العزل البصري مثلا، أو يعني تشتيت الانتباه عن نقطة معينة. نلاحظ هذا المبنى اللي يكون كأنه مثلا مبنى إداري أو مكاتب أو ما إلى آخره ما شابه، التصميم الواجهة كله بنفس النمط بحيث ما نركز على منطقة معينة. بنفس الشيء بمشاريع مثلا الإسكان،
نحن نحاول نشتت انتباه المار مثلا بالطريق أنه ما يجذب انتباهه في نقطة معينة، إلا مثلا إذا كان يعني نريد أنه المدخل نبينه، مدخل الوحدة البنائية. هذا المثال تشلتر، يعني كيفية إضافة هاي اللوفرات حتى أحمي من العوامل البيئية غير مرغوب بها. نجي على النظام الثالث اللي هو النظام الداخلي interior system. عندنا الطريقة المباشرة بينه هو لعمل بهجة مثلا أو عمل راحة، أو مثلا نحن نحب أن نركز على منطقة معينة، فنصممه بطريقة بحيث العوامل تتمثل بهذه النقاط. راح ناخذ مثال، هذا المثال مثلا في مول أو مجمع تجاري، نلاحظ نحاول نخلق جو من البهجة مثلا. هذا أيضا داخل مثلا محل أو منطقة تجارية، أيضا نلاحظ يعني كل الأمور يعني تشد الانتباه باتجاه مثلا المدخل لفعالية معينة. هذا أيضا مول تجاري، نلاحظ تنوع بالتصاميم والألوان والأشكال اللي خلق أيضا جو من متعة التسوق من العرض. عكس الـ Interior System الـ Passive Method، عكس الـ Active Method اللي هي نحاول عدم تشتيت الانتباه وأيضا التهدئة. نقصد بعدم تشتيت الانتباه أنه نجذب الانتباه إلى شيء معين فقط هو المراد من التصميم الداخلي. مثل إيش؟ مثل هذا المتحف، متحف الفن الإسلامي بقطر بالدوحة. نلاحظ تصميم الباك جراوند هو يعني قدر الإمكان يحاول المصمم أنه يبقينه حيادي، وحتى الإنارات ما تكون علينا فقط على المداخل والمخارج، بينما تركز باقي التصاميم أو باقي الأمور اللي يعني يبغي المصمم تركيز الإضاءة عليها اللي هي المعروضات. هذا مثال آخر، صف دراسي. لاحظ تصاميم بسيطة قدر الإمكان مع استخدام ألوان قدر الإمكان أيضا حيادية وقليلة بحيث ما تكون كثيرة وتشتت الانتباه. هذا مثال كلش جيد الـ Passive Design، وأيضا بينه Active. الأكتف هو مثل ما تلاحظون هذا النقاط الإنارة، نحاول قدر الإمكان نركز على المعروضات أو الفعالية اللي يحتويها الفضاء، أما بقية الأمور مثل هذه الدكتات والخدمات اللي بالسقف فطلعها كلها بلون حيادي بحيث أخفاها عن المشهد، فقط تركيز الانتباه يكون على الفعالية الرئيسية في الفضاء. النظام الأخير اللي هو الميكانيكال سيستم، عندنا الطريقة المباشرة أو الفعالة هي للتهوية والتبريد والتكييف. فالطريقة المباشرة هي بعمل أجهزة أو مثلا التقنيات اللي راح ناخذها فيما بعد مادتنا بالتكييف، هذه هي الطريقة المباشرة. أما الطريقة غير المباشرة اللي هي الباسف ميثود، فتتمثل بالعزل وديسبوز، التخلص من الأمور غير مرغوب فيها. مثال على ذلك استخدام العوازل، هون موجود مثال على الجدار، والعوازل ممكن تستخدم بأي سطح من داخل المبنى سواء كان جدار أو سقف أو حتى الأرضيات. المثال الثاني للتخلص من العوامل الغير مرغوب بها، يعني تصميم سقف المبنى بطريقة جملونية مثلا، وعمل مواد بحيث أي عوامل خارجية مثل المطر ممكن التخلص منها إلى خارج المبنى. آخر مثال راح ناخذه هو يعني كيفية تحويل الـ Passive System إلى Active System بالنسبة للميكانيكال. هذا طريقة الاستفادة من مياه الأمطار تحويلها إلى تزويد بالمياه داخل المبنى، بحيث هذه المياه تتجمع بخزان وممكن إضافة له مضخة تضخ إلى خزان آخر في سطح أو في سقف المبنى، وأما تحويل هذه المياه إلى الفعاليات المختلفة. شكرا جزيلا لإصغائكم.